يقول: من يحمي المشاهد والمزارات والقباب أو القبب إذا لم يقصد حماية الشرك ولكن قصده اعتبارات أخرى، فما حكمه؟ لا يجوز حمايتها ولا يجب هدمها وإزالتها. اللي يحميها هذا يحمي الشرك، فهو رضي، معناه أنه رضي بالشرك، فإذا رضي بالشرك فهو مشرك. نعم، لا تجوز حماية. لكن بعضهم يعتبرها موارد للدولة، يأخذون عليها فلوس، يعتبرونها موارد للدولة، الأضرحة والقبور عليها سدنة ويأخذون فلوس ويعطون الدولة منها، هذا حرام والعياذ بالله، ورضا بالأوثان. نعم.